غردايا حاضنة القصور التاريخية، جوهرة عمرانية وقبلة سياحية بامتياز، امتداد تاريخي وعراقة أصيلة، تقاليد وأعراف يتشبث بها ساكنة الولاية رغم أطروحات الحداثة المتعددة. تيغردايت وهو الاسم الذي يحلو لمن سحر بجمال المدينة مناداتها به، مكسب سياحي عالمي باعتراف من منظمة اليونسكو يمكن أن يعزف على عود الاقتصاد الوطني بألحان تتناغم مع مقطوعة السلطات التي تتطلع لإحداث قطيعة حقيقية مع ثقافة الريع التي تجذرت على مدار سنوات. الطبعة الخامسة لمهرجان السياحة الصحراوية الذي حط الرحال بالمدينة كان فرصة سانحة لتقول فيها غردايا على طريقة الصمت: ها أنا ذا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، تتواصل تغطيتنا للطبعة الخامسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية الذي انطلقت فعاليته يوم الجمعة هنا بمدينة غردايا، مدينة العراقة، التاريخ الأصيل والجود، مدينة غردايا المعلوم عنها أو المعروفة بتقاليدها الخاصة التي تميزها عن سائر الولايات. تعالوا معنا لنتعرف على مدينة غردايا من زوايا مختلفة. يقول المثل الشعبي لكل بلاد ورطالها، مدينة غردايا المعروفة بعديد الفنون والتقاليد التي تميزها عن باقي الولايات. تواجدوا معي مرسلي أبو بكر عضو جمعية السلام للفولكلور. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم جميعا على الحضور تاعكم وعلى الحضور كافة الطاقم الفني والإداري. احنا عندنا تراث في غردايا، عندنا ربع تراثات ولا خمسة، مثل عندنا الفرسية تاع الإبل وكيفو الأعواد وفرقة الزمارين، وحنا أورثناه من جدودنا ومن كما نقولوا من بكري قعدنا فيه من حتى الآن. هذا ما يخص هذا مكان. نعم، الفروسية يعني طابع يميز مدينة غردايا، خاصة أنه استقطب المشاهدين ولا الحاضرين. يعني وش توجهوا للسلطات أنها تعزز وتعاونكم في إطار تعزيز هذا الفن؟ تعاوننا نزيد دعمنا كما نقولوا، خاصنا الزرع، خاصنا فوائد مازال سياحي ياسر خاصنا. وش خاص مدينة غردايا بالضبط؟ خاصنا بزاف، مش خاصنا ايه، واش يحسبهم لك في المجال تاع السياحه؟ واش خاصنا بما انك في قطاع السياحه؟ خاصنا كما نقولوا بيت شباب، هذه وحده، وخاصنا امكانيات كثيره. بما يخص الفروسية خاصنا كما نقولوا دعم فلاحي، ايه، واماكن للعب. بارك الله فيك، مشكور، بالتوفيق ان شاء الله. للرياضة أيضا نصيبها هنا على هامش فعاليات الطبعة الخامسة لأشغال المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية الذي تحتضنه أو تجري فعالياته منذ يوم الجمعة بمدينة غردايا. هنا بالضبط متواجدون الآن بمدينة سبسب، يتواجد معي المربي الشاب إسلام هنا بمدينة سبسب. ممكن تعطينا تعريف أكثر حول هذه الرياضة؟ هذه كما تشوفوا يسموها رياضة القوس، عندنا هنا
عندها نفس قوانين كرة القدم براسك، مش بعيدة ياسر، ومحافظين عليها الشباب كتقليد، نفس السباق تاع الخيش هذاك ولا الشكارة كما يقولوا، سباق الأكياس هذا. واش يعني هذه الرياضة يعني في إطار تنظيمي عندكم في إطار مديرية الشباب، يعني بصفة دورية ويحضر الأولاد هذو كذا؟ بصفة دورية تقريبا مع الجمعية تاني تاع جمعية نشاطات مركب الجواري، تاني تساعدنا ياسر في هذه النشاطات ولا سيما التقليدية هذه، يجمعوا الشباب تقريبا سما كل سبت وثلاثة عندنا. يعني يمكن القول انه هذا النوع من الرياضة يعني عنده صدى كبير هنا بمدينة غرداي؟ نقص بارابور كما دخل التكنولوجيا هذه شوية نقص، ولكن مازال كاين اللي محافظ على الرياضة هذه بصفة خاصة. نعم، يعني أيضا بالنسبة لهذا الشاب أو اللاعب، يعني وش اسمه؟ شقاو عبد الكريم. الكريم؟ إيه. شحال في عمرك عبد الكريم؟ 14. وش تقدر تعرف الرياضة اللي تحبها؟ علاش جيت الرياضة هذه بالذات؟ هذه الرياضة تقريبا مثل كرة القدم، وانا نبغي كرة القدم. حبات تشوفها متنفس يعني؟ ايه. تشوفها متنفس بالنسبة لي؟ ايه تنافس متنفس ترتاح فيها؟ ايه. ما تقراش تلعب؟ ما نتنفس فيها. تريح فيها؟ ايه. انت وصحابك تجيو كامل تلعب؟ ايه. ومتهلي فيك مشوي المربي تاعك؟ ايه. بالتوفيق ان شاء الله. غا الزمان ايلاني وديان لما غيطرها غا تالينا اي ميديوان، لكني غا الزمان ايلاني وديان، لكني غا الزمان ايلاني وديان لما غيطرها غا تالينا اي ميديوان. See, big tour operator in Poland. I came here to visit your beautiful country and I'm happy to be here because it's a wonderful place, very friendly people, very good food. So I hope more and more people from Poland will visit your beautiful country in the future. I hope so. You like the Sahara? Yes, yes, wonderful, beautiful. It's my first experience. I like it. Yeah. Thank you very much. Thank you. I agree with my friend. There is very nice place. This place is better than in the streets, yeah? There is a fantastic festival. There is first time for me. I am very happy. Yes, thank you. Thank you. مدينة بني يزقن جوهرة سياحية بامتياز، هذه المدينة الرائعة التي تقع جنوب شرق مدينة غردايا تطبع مدينة بني يزقن خصوصيات معمارية رائعة تبرز في جمالية وخصوصية شوارعها وأزقتها. فعلى الرغم من طيبة أبناء المدينة إلا أنها تفرض شروطا وقيودا على من يزورها، فلا يمكن للسائح أو الزائر الذي جذبه سحر المدينة أن يكتشف جمالها إلا بمعية أو رفقة أحد أبنائها. تقاليد خاصة تطبع ساكنة المدينة رجالا ونساء بما تقتضيه أعراف الحشمة والحياة. أعزائي المشاهدين،
ابقوا معنا لنكتشف سحر هذه المدينة معا. كي يقول لك بزاف يقول لك كيفاش هادو ديارك وشكون يرمم باش تلاحظوا الديار الناس هما ما يرموا فالمش الناس ما تبقاش هاد لا سيتي الترميمه تاع الدوله فيه السور الابراج هذه طاقه هذه في عاتق الدوله باسكو سون كلاسي بار يونيسكو باش تلاحظوا دونك نشوفوا السور نتكلموا على السور ثاني تلاحظوا هذه الترميمات الترميمات كاين مرات تعطي مساعده بسيطه لبعض الديار مي غير كافي وخاصه الجانب هذا بناء قديم ها عندكم ديجا الدار شوف شفت الشقات ولا لا هاي وكان عطاو لهذا كنا عاود رمنا هذا فرش سي لا توبولينا دونك لا 4 سيكل عندها 4 قرون 4 سيكل الارتفاع يتراوح 15 تقريبا متر الارتفاع 15 متر دوتور فيه الطبق الارضي تطابق السطح اللي تكلمت عليها كان نظام العشائر موجود حاليا وهي كل عشيره عندها مجلس يعاون يتيم فقير يحلوا المشاكل الاجتماعيه وثاني من ناحيه الاعراس مثلا الدار هذيك يستعمل الضيوف عوض كري دار وكاين مجلس العيان وهو مجلس تنسيقي ينسق بين العشائر وكاين مجلس ديني على المستوى العزابه يسكن بالمسجد يسكن المدارس القرانيه بالسوق اللي شفنا قبيله يا وي عندنا دلاله والعراس التحديديه من العرس المهر باش يكون تسويه على المستوى المدن معنا على المستوى كل مدينه هذه هي نعم محمد ابراهيم يعني تقاليد وعادات مدينه غردية تفرضها ايضا شيء مثير يعني تفرضها ايضا حتى على السياح او الزوار كيفاش نفرضوها ما فهمتش مثلا ممنوع اللباس القاصي ايه هذيك لا هذيك التنظيمات باسكو هي بلده سياحيه اللي كيتو حافظ على العادات تاعها وهذيك دونك كاين حوايج هاك شفنا ينفراك تما معنا ممنوع التدخين ممنوع اللباس القصير حتى اذا كان واحد جنب اللباس القصير نعطوه بنظر يلبسوهم التصوير ثاني ما يصورش الناس باش ما يكونش فيه نزاع مع الناس كي ما يبغيش الصوره هذه هي محمد ابراهيم يعني التطور والتكنولوجيا هذه ما قدرش تاثر يعني على هذه العادات التقليديه اللي راكم متمسكين بها اليوم هي التطور هذاك دائما حنا رانا نديروا كل وسائل ديجا هذاك راك شفت الوسائل هذو تاع لي كاميرا ولي فوتاك شفت حنا رانا لابد نديروا كل وسائل باش نضبطوها مع الجيل الجديد وخاصه السواح دروك عندهم لي بورتابل وهذيك معنا عندنا اشكال ماهوش نقول لك اشكال اشكال دائما لكن لابد نديروا ضوابط للسواح اذا كان هكذا كيوقع فيه مشاكل ابناء المدينه من جيل جديد إيه؟ قادرين تخلوهم يتمسكوا بالعادات هاي يتمسكوا لان كيكون قلت لك قبيله كاين العشائر كاين المدارس القرانيه مثلا الولد كيخرج العشيه ولا يبقى في الزنقه راهي في المدرسة القرآنية يتعلم الدين تاعو يتعلم التربية تاعو يتعلم النظام تاعو التاريخ تاعو هذه هي التكوين هي تكوين الشخص تاع الإنسان الشخص الولد الصغير